بالنسبه للصوص اللي كنديروا البيتزا باش كتجينا بنينه، سواء هذا الصوص غنعطي لكم يا اما نديروها البيتزا ولا نديروها على بولونيز ولا نديروها على السباغيتي. غادي نقبطوا مطيشه طريه، غادي نقطعها طريفات، غنضيفوا عليها واحد خيزويه محكوكه، وغادي نزيد شويه ديال البصيله مشحره، وغادي نوظف العطريه ديالي اللي هي التحميره، الابزار، الكمون، شويه الملحه، كذلك زيت الزيتون، زيت المائده، ورق سيدنا موسى، الثومه كنشحر مزيان وكنخلي هذا الشيء يطيب، وكنوظف كذلك معلقه ديال الطماطم مركزه. كنغطي هذا لاصوص ديالي يطيب، ما نحتاجش انني ندير الماء. من بعد ملي كطيب كنطحنها، ولكن ملي نطحنها ضروري نحيد الورقه ديال الرند، ما نخليهاش لان كتطلق المروره، وكنطحنها. الا بغيتها بالنسبه للبيتزا راه غادي نديرها نيشان فوق لاباط، ولكن تكون بارده ما تكونش سخونه. بغيت نوظفها للعجائن مثلا سباغيتي ولا لي تاغلياتيل، وكنزيد عليها الكفته. من بعد كنحضر الكفته ديالي حتى هي، كندير لها العطريه ديالها مع الربيع، ولا نزيدها بصيله مشحره كتجي بنينه، وكندير كويرات ديالي الكفته. من طبيعه الحال لاصوص عندي ديجا راه موجوده، اون فوا كطلع عليها الغليه كندير الكفيته وكنقدمها لوليداتي وبصحه والراحه.